بدي اقول لك يعطيك العافية واهلا وسهلا فيك ببيروت. الله مش غريب عمرك. مش غريب كونك انت طلعت من بيروت. اكيد وعشنا هون فترة كبيرة واليوم انا مقيم بين بيروت وبين فلسطين بيت لحم. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا حبيبي. مبروك النتيجة. بارك فيك. مع انه مأخرة شوي بس بدنا نقول لك كأنك اليوم عم تاخد نتيجة. حبيت الناس شو بتعني لك؟ هل قد الناس والصحافة حبت صوتك أو تابعتك؟ طبعا يعني أنا ما ربحت نتيجة، ما ربحت لقب، ربحت محل محبة يلي قلت عنها. محبة هي النعمة وهي الكنز من ربنا، والتحدي إنه نحافظ على محبة الناس وتضل الناس بتحبنا بهالصورة يلي شافتنا فيها. والحمد لله عم بلاقي دعم من الناس كتير كبير، بلاقي دعم من المحبين، من أهلي، من أصدقائي، عم بلاقي دعم من الصحافة العربية بشكل عام، حتى المرات العالمية عم تكتب بكتير بأمور حساسة ومهمة، فالحمد لله على هذا الشيء. هلا أكيد أنا يعني بحب الناس بغض النظر إذا كانوا مش من محبيني أو شاهين، بحبهم وبحترمهم، لأنه إذا بحترم الناس الناس راح تحترمني أنا أكيد وتحبني. فأكيد خلاني أكون حذر من بعض الأمور، حذر أني أتعاطى مع بعض الأشخاص، صرت أعرف الناس أكثر، أعرف كل شخص لما من طريقة حكيه ما أعرف شو بده، أعطتني خبرة كبيرة شوي بالحياة وما زلت عم بتعلم كل يوم. لما بيفوت الإنسان تيغني بيقولوا له عندك صوت حلو أو بتعرف موسيقى، بس انك تكون هالقد بتعرف تحكي حلو وشغلين مهمة. الله يخليك. هل الحياة تأثرت فيك هالقد او هي اللي عطيتك دروس وخلتك انك تاخد وتعطي معنا؟ اكيد كل شيء صار بحياتي. انا من النوع الاجتماعي، كنت اشارك كتير بنشاطات وكتير مؤسسات وكتير بحركات كشفية او غير هذا الشيء. هذا الشيء نمى شخصيتي، عائلتي نمت شخصيتي، مدرستي، جامعتي اللي كنت فيها، كل شيء صار معي بحياتي كان لفائدة ولهدف. اليوم عرفت قيمة هذه الأشياء اللي صارت، لو كنت أستصعب بكتير أمور، بس كل هاي كانت تسقل شخصيتي، موهبتي، كيف أتعاطى مع الأمور بحياتي. بشكر ربي عشان أنا اسمي فلسطيني، روح اللي بتحييني كل شيء من دفعت أمل وبوجودك بهالكادر. أكيد أنا ما بدي أحكي عن اللي إحنا منعيش فيه، اللي منعيش فيه إحنا كشعب فلسطيني، معروف شو هي المعاناة ومعروف شو هو الحياة القاسية اللي منعيشها. انبسطوا فيك الناس بفلسطين كونك شاركت، بس إنك تكون هالقدي آيدل أو تكون ستار وتاخد لقب، شو عملت او شو جرعه الامل اللي اعطيتها للشعب الفلسطيني؟ بدايه انا ما بدي احكي عن هالظروف فعلا قاسيه والمجحفه بحق الفلسطينيين، لانه كل الناس بتعرفها، واللي ما بعرفها بحاول انه يتناسى هالحياه الصعبه اللي عايشينها. واذا الناس بتفكر انه احنا انشهرنا وصرنا مشهورين وما عم نعيش المعاناة، فانا بقول لكم لا، انا بعيشها زي زيكم. بس الاهم من هذا الشيء ما بحب احكي فيه انا كثير، بحب احكي انه كيف من قلب هالمعاناة ومن قلب من رحم المعاناة قدرنا انه نوصل، ولد الابداع، ولد الفن، قدرنا نوصل للناس. اليوم انا حمل علي اني انا سفير لبلدي، وشرف لي اني انا اكون سفير لبلدي. قدرت أسعد الناس، قدرت أدخل سعادة على قلوبهم، فعلاً الناس بتحتاج هاي السعادة، بتحتاج هاي المحبة. نفس الوقت إذا أنا بدخل السعادة لقلب شعبي وأهلي وناسي، ما بدي أخليهم ينسوا هالقضية المهمة، رح أضل أذكرهم فيها بكل مكان أنا موجود فيه، بأغانيي، بكلامي، بمقابلاتي، رح أضل أذكر الناس وأذكر شعبي فعلاً إنه في قضية سامية، هي قضية الشعب الفلسطيني. إن شاء الله يا رب منصلي وبندعي أيامنا تكون أحلى واللي جايينا يكون أحلى، لأنه بكفي من حقنا أنه نعيش إحنا بكرامة. إن شاء الله يا رب. تليفونون باشندا چاريسز بكلي يورو بكلي يورو ماما چالما يا جاك بلي يوريم دياركي. أنت هل قدي طيب القلب
فغيرتك الايام او شو الدروس اللي تعلمت اذا غيرتك؟ القلب الطيب موجود بس كان يجيب لي شويه وجع راس القلب الطيب هلا، لانه مش كل الناس لازم تكون كتير طيب معها. هلا يمكن انضجت اكثر، كبر تفكيري، مش كبرت انا على الناس، كبر تفكيري ببعض الامور، بس ما زالت حتى الطيبه موجوده مع الناس يلي اذتني نوعا ما. بالحياة دروس وكل يوم نتعلم منها، كل يوم نكبر بالتفكير، كل يوم نكبر بطريقة تعاطينا مع الحياة. أنا هذه بدي أقول لك من ليبانون أونلاين تي في أنا مبسوط كتير بوجودك حبيبي. شو بتحب توجه لكل اللي عم بيشوفوك عبر ليبانون أونلاين تي في؟ طبعا بدي أتشكر كل شخص بيحبني، بدي أتشكر تلفزيون ليبانون أونلاين تي في، بدي أتشكركم على مجيئكم اليوم وعلى دعمكم الحلو. الإعلام اللبناني من أول لحظة معاي، فبدي أتشكركم أنا من قلبي، بدي أتشكر كل شخص بيحبني، كل شخص دعمني وما زال بدعمني وبيحبني لدرجة الجنون ولدرجة هالمحبة. أنا هذه المحبة أنا تتصورش قديش بتعطيني قوة، بتعطيني دفعة دائما. أنا أتشكر ناس كتير لأنه كلهم بيحبوا أكيد. أنا يعني قبل ما نجي اليوم وقت اللي عارفوا أنه نحن بدنا نشوفك أمو حملوا شو جديدك؟ جديدي راح يكون في عندي أغنية بالقريب العاجل إن شاء الله يا رب الناس تحبها. راح أقدم الشخصية اللي أنا برزت فيها، الناس حبتني فيها، وراح يكون بالشتاء كمان أغنية رومانسية راح نعمل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، نحن منتابعك على طول. تسلم لي، الله يعطيك الصحة والخير يا رب. شكرا كتير. شكرا حبيبي.